وكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان استقبلت وفد من جامعة أكسفورد بروكس الإنجليزية في إطار متابعة فريق مشروع الفورميلا وتقديم خبرات جديدة للطلاب في مجال السيارات الكهربائية. خلال الزيارة تم عقد ورشة عمل تنسيقية ما بين فريق الفورميلا بالجامعتين تمهيداً للمسابقة المقررة في يوليو القادم، كما تم عرض مقدمة عن كلية التكنولوجيا والتعليم ومدى تطورها والمشروعات الموجودة فيها. خلينا نتابع مع حضراتكم مزيد من التفاصيل، وبينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان. بنرحب بحضرتك، صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا. يعني في البداية كلمنا عن هذه الزيارة وما تم فيها بداية دكتور إبراهيم. يعني أنا بس يعني نبذة تاريخية كده، هرجع بسرعة كده، لأن السنة اللي فاتت قبل إبريل 22 وبمناسبة عقد مؤتمر المناخ اللي تم في مصر في نوفمبر، بمناسبة عقد اللي هو كوب 27 اللي كان في نوفمبر 2022، كان البريتش كونسل كان أعلن كده على طول بالشراكة ما بين الجامعات المصرية والجامعات البريطانية على هام، فتم التنسيق مع جامعة أكسفورد بروكس إن إحنا ممكن نشارك في فيما يخص في مؤتمر التغيرات المناخية بمشروع يخص تكوين مشروع الفورميلا الطلابية، وفي نفس الوقت تحديث المناهج الخاصة ببرنامج الخيارات الهجين. إحنا في كلية التكنولوجيا والتعليم عندنا في برنامج من البرامج الجديدة اسمه برنامج الخيارات اللي هو الهايبرد بيكل أو الخيارات الهجين، بندي فيه طبعا ميكس ما بين السيارة العادية والسيارة الهجين، وده موجود منتشر في أوروبا جدا. يعني لأن يعني عرفنا أكتر على مصطلح السيارات الهجين دكتور إبراهيم. اتفضل يا فندم. يعني عرفنا أكتر على مصطلح السيارات الهجين. احنا عارفين طبعا لما تكون السيارة العادية اللي هي سواء البنزين أو الجاز أو كده، السيارة الكهربائية بتبقى سيارة كهربائية تماما، السيارة الهجين اللي هي بتكون ميكس ما بين سيارة بنزين فيها جزء بنزين وفيها جزء زي ما كنا أيام زمان بنقول السيارة الغاز وبنزين بيتعملهم ميكس مع بعض. احنا طبعا عارفين المرحلة الجاية إن أنا مش هقدر تبقى العربية كهربائية كاملة، أنا ما عنديش محطات مثلا محطات لشحن البطاريات تغطي البلد كلها على سبيل المثال، فلو واحد ماشي مثلا في طريق الإسكندرية ويحتاج إن هو يشحن البطارية تبقى مشكلة، عشان وقت الشحن بياخد وقت مش قليل يعني. فلازم يكون في عندي النظام العادي برضه وأقدر أحول عليه على البنزين وأخش أي بنزين أمغن وأكمل مشواري لحد ما أشحن يعني. فالهايبرد هو بيكون ميكس ما بين العربيتين، من نوعين العربيات مع بعض يعني. يعني خلينا برضو نتكلم عن الخبرات الجديدة في مجال السيارات الكهربائية، إيه مدى التطور اللي تم الوصول ليه في هذا المجال دكتور إبراهيم؟ احنا شايفين طبعا عشان بمناسبة التغيرات المناخية العالم كله دلوقتي عمال يتحول إلى السيارة الكهربائية، في بلاد هتقدر توفق أوضاعها زي أوروبا تحديدا إنها تخلي سيارات كهربائية كاملة، لأنهم عندهم محطات يغطوا العالم، يغطوا البلد المنطقة كلها أو مناطق العربية ممكن تتحرك بيها. المناطق البلاد بقى اللي هي دول العالم الثالث اللي جاي مثلا افريقيا او بعض الدول مثلا في امريكا الجنوبيه وهكذا، لازم يعتمد في المرحله الاولى على السيارة الهجين، علشان موضوع زي ما قلت لحضرتك كده ان ما عندوش مثلا مدى، وما عنده في كمان في مشكله كمان يمكن موجوده في العالم كله اللي هي مشكله الطاقه. دي من المشاكل الاساسيه جدا، وبالتالي هتحل يعني هتكون اداه لحل مشاكل كتير. احنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتور ابراهيم لطفي عميد كليه التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في هذا الصباح.